الدويتو بقى اللي الناس كلها مستنيينه اللي بينك وبين النجمة الكبيرة طبعا أستاذة يسرا ومسلسل روز وليلى، احكي لي امتى، ايه الجديد اللي نستناه؟ امتى مش عارفة، لان هو اتأجل كذا مرة. هو فيلم مسلسل سوري، اكشن سسبنس دمه خفيف. انا اشتغلت مع يسرا سرايا عابدين، يمكن ده تاني عمل نجمعنا مع بعض، بس احنا مع بعض فعلا. سرايا عابدين ما كانش لينا مشاهد مع بعض. بصي الكواليس بتاعته جميله، يعني انك انت تشوفي يسرا كل يوم ده شيء رائع بصراحه. يعني دمها خفيف وبتحب الحياه و فنانه بتحب الناس كلها، ودايما بيبقى قلبها على الكرو كله. التجربه كانت مختلفه، كان معانا مخرج انجليزي، ومخرج انجليزي مهم، عمل حاجات كتيره قوي في انجلترا. اول مره بقى يشتغل مع مصريين وسكريبت اجنبي بس مترجم بالعربي. يعني كنا قلقانين من التجربه، بس لما دخلنا حسينا ان الامور سهله. هو فاهم اللغه بتاعتكم، هو فاهم الترجمه، يعني هو فاهم الترجمه، بلس ان احنا الاثنين بنتكلم انجليش، فلو في حاجه بنترجمها له، والكاتب موجود معانا على البلاتو. ولطيف قوي انك انت تدخلي تشتغلي عمل الحلقات كلها مكتوبه فيه. ده ما بيحصلش قوي في الاعمال الرمضانيه للاسف. يمكن بتبقى اسهل كتير. مسلسل دمه خفيف لذيذ، فيه سسبنس، فيه شخصيات كتير جديده وجوه جديده. انا نفسي مستنياه، يعني انا مصوراه بقالي فتره طويله، يعني داخلين تقريبا ايه على 9 شهور سنه يمكن مصورينه، من زمان، من فتره يعني.